السلام عليكم ورحمة الله، حياكم الله من جديد هنا في محافظة جدة. أنت بحر ولا؟ لا، أهلي وبحر. يا السلام عليك. والله حيزعلوا بعدين. نحن الآن وين متوجه؟ ما شاء الله، شوف الأبنية القديمة هذه. يعني نحن في مدينة جدة التاريخية. اللهم بارك. شوف الرواشين ما شاء الله، حتى هنا في جدة في عندهم نظام الرواشين القديمة، أظن في منطقة الحجاز كلها. نعم، شكل الرواشين هذه ما شاء الله. اللهم بارك. زي الشام هيك في رواشين. يا سلام، في رواشين. في عندنا أرض ديار وبحرة بالنص، شغل فاخر من الآخر. والله الحمد. طيب هذه إيش؟ هذه الآن البلد. هذه البلد. نعم ما شاء الله. وإحنا الآن يعني نعتبر في أقرب يعني مبنى عندنا هنا معروف اسمه إما عمارة الملكة أو المحمل. هذه المبنية من المباني القديمة هنا في البلد. جميل. وكلها هذه شهيرة الآن، ممكن أوريك إياها عن قرب. يا سلام. المحمل يعني غالبا فيه بضاعة منوعة. طبعا هنا البلد شميزة تشوف محمد، كل منطقة تبيع يعني أغراض خاصة. يعني مثلا في سوق للأقمشة، سوق للساعات، سوق، لكن في أسواق تجمع كل شيء. منها مثلا المحمل، يعني في كل الأغراض اللي ممكن تشوفها. المحمل يعني هو سوق يعني ولا؟ نعم. هذه العمارة قلت لك الملكة قديمة جدا، مجددة طبعا، وهذا كذلك السوق اللي هنا المحمل، مركز المحمل التجاري. جميل ما شاء الله. هنا على اليسار الخسكية، والخسكية يعرفونها التجار في المملكة عموما، لأنه تعتبر من نقاط البيع يعني الممتازة في جدة من ناحية السعر. ما شاء الله، أسعارها ممتازة جدا، ويستوردون أغلب التجار في المملكة منها. ما شاء الله، هذا المسجد قديم هذا. نعم. ما شاء الله، اللهم بارك. احنا طيب. متجهين يعني لأحد أسواق الجملة الخاصة بأغراض معينة، إن وصلنا إن شاء الله يمكن نعرفهم يعني. جميل. الأشياء اللي متاحة في هذا السوق. يا شيخ شرف، نحن الآن ما أدري من وين جينا. كبري 60 الآن. يا سلام. وراجعين كذا. هذا طريق الملك عبد الله أظن ولا؟ هو طريق 60. يسمى طريق الملك فهد. طريق الملك فهد. عفوا. نعم. نعم. ويسمى بالستين اسم الشهر يعني. جميل. والآن بنرجع كذا تحت الكوبري في أمريكا. اللي يبغى مثلا يبدأ في تجارة مثلا معينة في الساعات. الساعة اللي الآن تباع في محلات القطاعي ب 70 و 180 هنا يكون سعرها ب 20 30. يا سلام. يعني الناس هناك يعني ياخذونها من هذه الأسواق الموجودة. هذا الحي اسمه ايش؟ هذا احنا طبعا في البلد. في البلد. اي نعم، هذه اللوحة مكتوب حي البلد. تمام. الان حنروح اوريك الشارع اللي هو الساعات. وهذا يعتبر يعني سوق يعني كبير جدا للي يبغى يبدا في التجارة زي كذا مثل ما شاء الله. جميل. طيب شوف الشارع ان شاء الله. بسم الله. هذا شوف محمد، انت لو تشوف اللوحات الان وتقراها تلقى كل الشارع ساعات. الآن بس خلنا نقدم شوية. شوف كاسيو، نبدأ من هنا. أيوه كاسيو. أيوه هنا الراشد للساعات، ديوتو للساعات، سوبر سو. كله هنا هذا يعني خاص بالساعات الجمال. جميل جدا. ما شاء الله، معلومة جميلة. أيوه. الفجر هنا كمان اللي هو أيوه جميل. في ناس يسألوني في المدينة عن الفجر. أي عن الفجر. هنا وكالة. هذه وكالة. ايضا عندهم صيانه اتوقع. نعم. هنا في محلات صيانه، بنفس المحلات اللي يبيعوا الساعات في صيانه. جميل جدا ما شاء الله. اذا هذا حي البلد. ما له مسمى ثاني يعني؟ نحن الان الهنداويه كانت ورانا ولا؟ نعم. هذا حي البغداديه. البغداديه. نعم. جميل ما شاء الله. الان بندخل يسار. جميل جدا ما شاء الله. لا زالت محلات يعني ساعات. احنا نشوف محمد. طيب وين وصلنا احنا الان؟ بعد سوق الساعات هنا عندنا سوق الملابس الجاهزة. ما شاء الله، كل نظام مجمعات كذا جنب بعض. ما شاء الله، ملابس على ادوات كهربائية ومدري ايه، كلها في البلد. ما شاء الله، نظام جميل. طبعا هنا المواقف كمان نظام دفع مدفوع. ايوه عندنا هنا ايضا وصلنا الى موضوع البلاستيك. أيوة. ايضا بلاستيك. هنا العاب الكترونيه وغيرها ما شاء الله. هنا المحلات اللي عندهم كماليات، بسبوسه وحركات وصحون وكذا. شوف الاشكال يا سلام معلقه على الباب. شوف محمد. يا سلام جميله. ايوه في جده. يلا خلاص انتهى جولتنا. بنوقف هنا بس عشان نمشي شوي. يلا نلقاكم ان شاء الله في تغطيات اخرى. السلام عليكم.